سلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وبسلامه وباي حاجه زوينه كتمنوها. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم فيديو ديال الزميطه كما وعدتكم من قبل. هاد المره ان شاء الله غادي نديرو زميطه كيف ما العاده الزميطه المغربيه، ولكن هاد المره غادي نديروها بالنبق. هذا الموسم ديالو وبغيت نشارك معكم الطريقه. فهنا كنا جبنا الزرارع، نقيناهم وشمشناهم صافي، وكان نحمرهم كاملين. لابد نحمرهم مزيان، وخصوصا هذا الا كيخصو يتحمر مزيان باش كيدق لينا وباش حتى ما كيبقاش كيبان بيض هكا في الزميطه. انا كندير القرنفل كيجي زوين فيها. هنايا صافي صيبت كاوكاو، كنحمروه شويه، لا هو لا الكركاع، لابد يدوزو هكا العافيه. اللي ما بغاش يدير المقله ممكن يدخلهم للفران، فنفس النتيجه صافي. هنا كنا صيبنا اللوز فسخناه وكنخليوه ينشف، ومن بعد كنقليوه، وكنقليو حتى كاوكاو والكركاع حتى هو. لابد الا بغيتو تصبر لكم زميته من عام او لعامين، المده اللي بغيتو ما كيطرى ليها حتى شي حاجه وكتبقى مزيانه. بالعكس كل ما كطول كل ما كتكون حسن. فلا بد تحمروا كل حاجه وتقلى في الزيت، هكذا ما كتخسر لكم حتى شي حاجه فيها. صافي هنا قليتهم، غادي نخليهم يبردوا، ومن بعد غادي نرجع نطحن العشب ونطحن اللوز والكركاع. هنا نفس الحاجه درتها مع النبك، فخديناه نقيناه ومن بعد درتو في الفران. انا ما درتوش في المقله، درتو في الفران وخليته حتى كيتبدل اللون ديالو كيولي الاحمر صافي. وكنضربوه هكايا في مولينكس اولا في روبو اولا اي حاجه عندكم، ممكن ديروا حتى في المهراز. ومن بعد كنغربلو باش كنحيدو منه العظام وداك الجلف اللي تيبقى. نفس الحاجه درتها مع الزعتر ومع فليو، كندخلهم للفران صافي تيشمو شويه العافيه، ومن بعد تنغربلهم. هذا هو الشكل ديال النبك كيف كيولي، هذا هو اللون ديالو، تقريبا اللون ديالو قريب من القرفه صافي. هنايا كان نهار اخر صيبت فيه الزرع، نقيناه وصيرناه صافي، وغادي نغسلو. فلا بد الزرع يتغسل. هنا درنا القمح فتيكون فيه الدواء، تيكون فيه بزاف ديال الحاجات، فلا بد يتغسل ويتشمش هكذا كتعرفوا شنو كديروا صافي. غادي نغسلو مزيان، كتغسلو وتتعاودوا تتعاودوا على حسب الغبره اللي كتكون فيه، على حسب التراب. وكنحاولوا ننقيو هكا اي حاجه كتكون فيه، كطلع لينا هكا فوق الماء فتنحيدوها. انا صفيتو ودرتو في هاد القفات هادو، فما زوينين هكا كيصفيو للزرع صافي. غادي نعاود نشللو كما قلت لكم، كنديروها يعني عده مرات هكا تشللو تعاودو حتى كيبان لكم الماء راه ولا صافي صافي. وغادي نخليه يقطر، ومن بعد غادي نشرو عند الشمس حتى كينشف لينا مزيان، ما تيبقى فيه لا ما لا والو. صافي غادي نشمشوه مزيان، ومن بعد انا درتو في الفران. انا اول مره غادي نجرب هاد الطريقه ديال الزرع في الفران، ديجا كنت درت غير الطحين، ولكن هادي حسن هكا كيتقلى بسرعه وما تياخذش يعني ما تياخذش بزاف ديال الوقت، حسن الى يعني ما تقليو الطحين. وحتى كيجي محمر في بلاصه ما ديروه البوطه والمقله وتبقاو عاد تقليو، فاحسن دخلوه الفران. جربوا هاد الطريقه راها زوينه بزاف وسريعه في نفس الوقت، حتى يعني كتاخذ اللاطه كتاخذ معكم كميه اللي كبيره صافي. هذا هو العشوب ديالنا من بعد ما طحنتهم كاملين، درتهم في هاد السطل وكنسد عليهم. دابا غادي نخلطوها ان شاء الله. فهنا غربلت الطحين ديال الزميطه، كنديناه طحناه وجبناه غربلته، وغادي نزيد عليه العشوب كاملين اللي عندنا، وغادي نزيد عليه السكر كلاصي. فانا الكميه اللي عندي خدات مني تقريبا 2 كيلو ديال السكر كلاصي، وخدات مني 4 لتر ديال الزيت. انا ما درتش الزبده،
ممكن اللي بغى ينقص الكميه ديال الزيت ويدير الزبده، فانتم على تتبقى على حسب الكميه اللي نتوما دايرين. انا عندي كتير فهادشي اللي خدا مني، واللي بغى يدير الزبده فهو لابد يطيبها من قبل ويخليها ترتاح، ومن بعد يحيد ليها داك الوجه ديال كتكون واحد الرغوه على الوجه كتنشف، لابد نحيدوها ونصفيو بشويه باش نخليو الحليب اللي كيبقى لينا، فلا لابد ما يهبط لناش الحليب عفوا ما يهبط لناش الحليب في الزميته، لان غادي يخليها تخسر، ما غيخليهاش تطول معكم. غادي نخلطها مزيان، لابد في هذه المرحله نخلطو مزيان هذا العشب اللي عندنا مع الطحين مع السكر، ومن بعد عاد نزيدو الزيت. صافي انا هنا غادي نزيد الزيت، انا ديجا مطيباها ليله قبل باش تصبح ليا بارده. ممكن يعني تطيبوها وتخليوها حيت ما يعني ما خصناش نديروها هي خضره، لابد طيبوها كما قلت لكم باش تصبر لكم الزميته لمده طويله، فلابد طيبوا الزيت وإلا درتوا الزبده حتى هي طيبوها، فهكا كتضمنوا بلي غادي تبقى معكم كما قلت لكم في الاول العام اولا العامين ولا اللي بغيتو، فما تيطرى ليها حتى شي حاجه. مهم انا غادي نكمل، غادي نخلطها مزيان، لابد تسمعك مزيان باش تاخذ لينا داك الطحين ياخذ كامل الزيت ويتشربها مزيان. صافي وغادي نرجعو ان شاء الله باش نجمعوها في السطوله ديالها. صافي انا كملتها، دابا غادي نديرها في السطوله. نحاولوا ما امكن باش ندكوها باش تشرب لينا مزيان من الزيت ومن العشوب.
صافي انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكملها. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الزميته ديالتنا. كنتمنى باش تعجبكم هالطريقه ديال الزميته بالنبق، وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ونقول لكم مع السلامه ان شاء الله حتى الفيديو ماجي.